موجز أخبار السياحة من قناة وجريدة أحواز براس، أهلا بكم. بداية تشارك الجزائر كبلد ضيف شرف ممثلة في الديوان الوطني للسياحة رفقة وفد من المتعاملين السياحيين، من بينهم الديوان الوطني الجزائري للسياحة والوكالة الوطنية للصناعة التقليدية وممثلي مجمع فندقة وسياحة وحمامات معدنية وبعض الوكالات السياحية وفنادق، في فعاليات الطبعة 28 للصالون الدولي للسياحة والأصفار ميت موسكو التي تنظم من 15 إلى 17 مارس 2022 بعاصمة روسيا موسكو. وتهدف هذه المشاركة إلى تكثيف الاتصال بالمتعاملين السياحيين الأجانب المتواجدين بالمهرد، وكذا استقطاب السواح الروس وترقية المقصد السياحي الجزائري وخلق فرص شراكة مع بعض المتعاملين الروس. وفي خبر آخر، أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن استئناف رحلات القطار على خط الضاحية الجزائر زيرالدا ذهابا وإيابا بشكل عادي، هذا وقد عرفت خطوط الضاحية الغربية صبيحة اليوم اضطرابا نتيجة الرياح القوية، حيث توقفت رحلات القطار خط الجزائر العفرون مؤقتا عند محطة بير توتا. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام موجز الأخبار من قناة وجريدة أحواز براس، دمتم في رعاية الله وحفظه.